الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نبوي من عربي الربادية كذب من السؤال بويدي النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا لرسولك إله يوم قيامته قرمي دعيسا ساعد قيامه ضوء قورما وقت كذا طريق ذا يحدد إيشك. نبيه صلى الله عليه وآله وسلم سؤال شاسي أعرابه أوي ديي موسن كرنين من كرنين علم إلهي خاص ليه وأدومدي سأحد كم إذا أوسن برين وشيقين با نبيه اللي ويدي صلى الله عليه وسلم تكور با وحوي النبي جبريل عليه السلام ملك الجبريل وركاز النبي وحكوه دي سؤال دور كم اذا هيد اخبرني عن الساعه محمد وبالقيامه ذا اي غورن غورمي دعيس النبي وحو جواب جبريل اديق انيغو دي ويدينيس يا اديغو اي ويدينياي اسكو ميل بينو كتشوغنا كاغما قروني جبريل إيا النبي محمد صلوات ربي والسلام عليه وملائكته كي أقفض بدنا إيا آدمها كي أقفض بدنا أقول أقوم بدنا قيام هذا وقت هذا وحبك ما يقانا سؤال سنقرني نبا نبي قال لويدي صلى الله عليه وسلم نكي أعرابي قاها النبي أقول شوابي وشواب أقول لكي سؤال سيدي بقول لي وحكول النبي صلى الله عليه وسلم محادو ديارزتي ماشي وسوقه يا عربي قال لي الى هذا التاريخ ابلي قيامته دعي دونتا اي جوابت النبي وحي النقطة محاكو ديارسن محاكو ديارسن كل وإيمان اما بري هالنقطة اما بري دم هالنقطة وي ايمان وحي ايماننا ودوية اي محاكو ديارسن سؤال شمو يمكن تاسوي إن أسوي دي سمي دلوب بهي وعم عاقو ديارة هذي ما أنت بعدي هذي برد على طورة محاكو يال معكاه الرئي مع ميزانك كوجو كشرة خص ندا معاكو يال سؤال شه النبي قوي دي صلى الله عليه وسلم نك يا عربي قا وحول رسولك إله يوم وحول ما ديار سنة صلاة بدن إيه ما ديار سنة صوم بدن ما هيو صدقة بدن ما هيو وحبضنا المانتا اسكو أماننا ما هيو لكن هل قضب إلهي يا رسول كيسان شعله الله يا رسول كيسان شعله نبي حكوه صلى الله عليه وسلم كوة أتعش هايبا اللميل تهي حديث الصحابي قولنا يا أنس ليدا هذا وحوليه هذا كان نبي سيدان أغفرحنا وحكنا أغفرحنا ما بجرب صوت وحوي النبي وحوري وحك إدا تعيش هيبا الله ملتهي أنا أقول النبي محمد بن شعلة أبو بكر صاحب كي أنا وان شعلة عمر وخليف كي لباد أنا وان شعلة إيجا سان الرجين يا إنا بري الله مل نقضه شعيل كأن شعلة هيدا رادي حتى عمل كي سمين يان يهوشو ديان قارن با لكن رجدا سان قبا ما دام أن شعلة سؤال شو وحي تاي مركا روح كسطو مسلم إنو يسوي ديو بها نرشي سكور إي أيام بها بين يمال با محا إنو ديار سن أون إلهي الله ارتقينا ربي قيم تبارك وتعالى قرآن كي نوغو شاك ورمؤمنين تيو إلهي كبقى نفو البنا هفي رسو وحا أي دري أهر مرستي كهر ريا محا كويا لا محا دي لاهي كولا كل محا قبرك كصحايا ما حد قيام هذا لك تجي ما حد نار كجبت بادي ما حد شنك وجلي ما حد كود يارسن قربت هدي نفط لقى قاضي مع عاوب لقى قاضي ما حد كاه الرية وسؤال شوين سوي دين تلي نلش هنا نسامين تقوله أين تحي حل والبين جواب تيار ديارن ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون مرك أدي ما نيسه وين ذهو جنسنته وربي قال تبارك وتعالى كوه جنسنته دريق ديس دريق يسوى هذا هو وحوي محاكو ديار سن وسؤال نوضة الله قضب كالنبي قال تلمامي صلى الله عليه وآله وسلم وحوي
روح أدونك أنتو جوجدتك وشعليها يبو آخر الله ميليح قاعدة ويا النبي بحية صلى الله عليه وسلم نينكي قال شعل قال ذو الله ميليح نينكي منافقين تشعل منافقين تو الله ميليح نينكي دين لا وياش تشعل دين لا وياش الله ميليح نينكي ذاتك أخلاق ذحن شعل يقول الله ميليح كوا أتشعش هاي أم بعد البربري الله ميل تهاي أيقعد كوجا ورعنتها ورتشي فوق يدي كوجا ورعن iyagaad ku gowracanta hayo bari ku meel tahay ya jicashahay bal isweydi adu noloshaada ya jicashahay wa su'aal weyno isweydiin law hadith kala nabigeena salaamatu rabbi wa salaamu alayhi nin kala u yimid wuxuu ku rasuulka ilaahay bal ka waran ruux dad jicil amal koodo kala aan samayn karin nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam al mar'u ma'a man hab ruuxu dadku jicil yahay bul lameel yahay salaamatu rabbi wa salaamu alayhi سيداس درادت شعيل كان وإنه النقض الله بان شعل الله رسول كيسان شعل الله صحابة النبي محمد بان شعل الله دتك أهل الإيمان كي مؤمنين تان شعل الله دتك إلهي كحرم بان شعل الله أنت إلهي تبارك وتعالى حري كيسك جوشينا ما شعل هذه مبدأ أبو سيدا نقوم وأيها نسبة كشرته لكن سؤال شيء سوي الدين تلا وحيته شعيلك وعمل قلبك وشق قلبك قبطوه نوال بنا واشيغن كرا نوال بوا شيغن كرا شيغشنا بين انك وافضض نين كستوحو دورا واسك شيغن كرا سداس درادت بربيغن تبارك وتعالى قل يشيكتي اني اللجعليهن ايو ربيغن امتحاني تبارك وتعالى ايادا نسودة شيي ووحو كويري هداد الهي تعشيهن سو يقومين ان الهي بان شعلا حدي جعيلك اد شيغتين او الله اد جعشين او دبي هي تي دليل كان مرخاتي كان ما عدينوا ما عدينوا ان الله جعشين وحالي النبي محمد راعى صلوات ربي وسلامه عليه حدي النبي محمد اد راعدان او طريقي سي جدكي سي اد قبستان جعيلك انه صح اد شيغانيسا حدا طريقي النبي محمد قرم مرتان صلوات ربي وسلامه عليه جعيلك اد شيغانيسا وا بن فالس و يحبك ما جرى سيداس دراد يا درع سنت ايوا يا تكديتا يا ديا شكوا يا نولش كقادتا يا ساميه نولشاد يا ساميه قبدقنكا اخلاق دادا يا كو ساميه يا تفيرستا يا تكديتا هذه جوابته تاي نبي محمد صلى الله عليه وسلم والسلام على جواب واتعش ايوا هذه جوابته تاي عيد كلا نولش كقاتا يا دقنكنا شعيل مهيس كو صد تعش ساس درادت بالغا مارمان اي تهي روح مسلم كا اله الرميسين مؤمن كا الله يا رسول كي سنة تعال صلوات ربي وسلام عليه ان او نلوش ايجا كاقات وحي ايجا كسو حرين ان او خلافه نبي قان نوحو لصلوات ربي وسلام عليه عدي امتك لإسوء كيسيس او نقم ذي دقات او اخلاق ذي دقاتاي انك نقمد ما احبو نبي قول صلى الله عليه وسلم يهودا هي سوء كيسينين هنا اسكو شبهينا نصارنا هي سوء كيسينين هنا اسكو شبهينا ومضغن كيدا الله مضح بنان باتي عقيدة مضح بنان يا أخلاق مضح بنان يا كلتشر مضح بنان بالذين لماذا أمضها كلا قشن كودا أضوضة وقران إيسان لماذا أخلاق لأقمضها أمضها كلا أوصان إيسان وحيدين كوفي لنبو إله إذن سيه تبارك وتعالى ساس دردد بالنبي قال يولي صلوات ربي وسلام عليه من تشبه بقوم فهو منهم عدي أمد اسكو شبه رقم ذو دقات أخلاق ذو دقات أيقو كم دين لأنه حوي أخلاق من أدقاذنا يسي كام موقتا كركا كم موقتا لبس كم موقتا قريا كم موقتا رقم كم موقتا وحي دليل أتحي وحي قلبك كتير موقالك كوري وحي كتصي وحي كده كتير وحي قلبك كتير كتصي لأنه وحويان روحا شركي سوى ديدت وديدت كقلبك حكمه وحي سمينيان وديدت ككيمت قلبك كيب وحي قلبك كتربي حلمه كتلاب سنين سيدا سينا أهايين ومدى مسلم كتاريخ ذيدا نبي محمد بن راعي جيران صلى الله عليه وسلم ورمحو نبي قسمي ورحقابه مري ورمحو قبطي ورسيده يالي سيدا راعي جيران إن أي قال إيا دقمضو دا إيا أي قاتانا ما أي سلهان جيران لكن مركي قالوا دولالك مسلمين تأي قبصدين ومسلمين تلقاء أتكاد ملتري أهان
ayaa waxaa bilaabatay inay muslimiintii ay raadiyaan inay gaalada dhaqankeeda qaataan oo dhaqamadooda ay matalaan oo la kala qaybsado oo sharafkii iyo cizigii iyo karaamadii ay diintooda ku lahaayeen inay u arkaan wax laga tagay oon qiimo lahayn, wixii gaalada iyo dhaqamadeediina in loo arko inay qiimo leedahay. Leanna wax weeye bini aadamka wuxuu yahay sidiisaba ruuxa ka sarreey, ka adag, ka awood badan yuu mar walba moodayaa inuu dhammaystiran yahay. Asagu markuu daciif yahayna wuxuu isu haystaa in laga fiican yahay. kaasaa kaa fiican, sidiisoo kale yeel baa marka soo baxaysa. aadamaha naftiisa waa midda keenaysa dhallinyaradeennii, wiilasheennii, hableheennii maanta madaahirta ka muuqata inay tahay dhaqamo aan matalaynin wixii diinteenna ku qornaa, dhaqamo iyo akhlaaq khariban oo aad u doorsoon oo wixii mujtamacaadka muslimka laga dhaxlay iyo mujtamacooda aan ahayn ayaa ka muuqda. in badanoo mujtamacaadka muslimka ka mida, khaasatan dadka laga tira badan yahay gaalada ku dhex nool, gaalada dariska lala yahay baa in badan akhlaaqdoodu saamaynaysaa, dhaqankoodu saamaynayaa, waxyaalo badan baa laga qaadanayaa. nabigoonuna wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam, gaalada dadka aan islaamka ahayn khilaafa, dhaqankooda khilaafa, xataa waxyaalaha qaarkood oo laga yaabo innaga inala fududahay, nabigu wuxuu ku khilaafa salawaatu rabbi wasalaamu calayh, ku khilaafa. kabaha kuma tukadaane ku tukado khilaafa buu nabigu sal alayh wasalam. garhka way xiiraane sii daayo khilaafa, shaarubta way sii daayaane xiiro oo khilaafa. leanna wax weeyaan in la khilaafa waa asal ka mida usuusha diinteenna ka mida, ruuxa muslimkuna diintiisa sharaf ku dareemo, qiimo ku dareemo, ku qadarnaado, mutamayiz noqdo, soocnaado. laakiin inuu ku qasmo ummadaha kale dhaqankeeda, mas'aladaasi diinteenna qur-aan iyo sunnaba waa diiday, waana arrinta loo ka muujinaysa weye dacfiga ruuxa qalbigiisa ku jira iyo meesha uu aaday iyo dhanka uu u leexday. waa inaan marka wax weeye dhaqankii kitaabkeenna iyo sunnada nabigeenna ee nabigeennu inooga tageen ka dhaxalay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, meel walboon joognaba waa inaan ilaalinno, ama ha noqdo caqiido, ama ha noqdo cibaado, ama ha noqdo akhlaaq, ama ha noqdo xeer qoys, ama ha noqdo nidaamka nolosha qaybaheeda kale. sidaasaan adduunkana ku badbaadaynaa, aakharna ku badbaadaynaa biidhnillaahi tabaaraka wa tacaala.